اهلا بيكم معانا في حلقه جديده من وصفه امل. النهارده هعمل لكم سمك بالفريك والقلقاس، معاه كرفس ومعاه بصل اخضر وجزر، وهيتحط في الطاسه كده يتشوح جميل جدا، ومعاه المرقه بتاعتنا، معاه سمك، مرقه سمك. والحلو عشان انتوا حلوين هعمل لكم كمثره بالعيش الكرامبل او بقسماط، او انا بقى اخترت لكم حاجه تانية خالص. ما عندكيش عيش ولا بقسماط، عندك بقسماط ده في البيت حطيه بحبه البركه. بركه بقى، حبه البركه دي فعلا بركه. دي الحبه السوداء اللي هي ليها زيت معين، لما بتتطحن في المطحنة ممكن تاخدي زيت حبة البركة دي. برضو ايه، بتغسل الجسم من كل حاجة. لو جبتيها كده هتلاقيها موجودة برضو في الأسواق، موجودة في الأجزخانة، زيت حبة البركة موصوف، جربوه. هتلاقوا مكتوب عليه للمفاصل والمعدة والهضم والعينين والشعر وكل حاجة. فانا اخترت بحبه البركه، ما لقيتش حبه البركه بصراحه، انا بقول لكم، فجبت البقسماط اللي فيه حبه البركه عشان اعمل بيه الحلو بتاعي الكمثرى. دلوقتي هعمل السمك، هبتدي اشوح الفريك مع البصل والقلقاس. انا بفضل ان القلقاس يكون فروزن، علشان طبعا القلقاس ناشف جدا، بس لما بيكون متقطع ومحطوط في الفريزر مجمد بيكون اسهل بكتير. والقلقاس ده بقى ايه، يعني انتوا بتقولوا انا بحب البتنجان بتنجان، انا بحب القلقاس بقى قوي قوي. القلقاس ده بحطه مع كل حاجه، بحطه في الشوربه، بحطه في لوحده من غير السلق. نبته هايله، نبته جميله، نبته زبده، بتعمل الاكل حاجه حلوه جدا. دلوقتي انا حطيت زيت زيتون، وهستعمل البصل الاخضر. انا بقول لكم عايزين بصل عادي احمر او بصل ابيض ممكن، بس انا بحب البصل الاخضر، واسهل لي كمان واسهل لكم ان انتوا لما تحمروا البصل الاخضر بيدي طعم حلو مع السمك، واسهل ولا بقى تقعدوا عينيكوا تدمع وطعمه بيبقى جميل. وما دام متواجد وحلو كده بيقول لكم في السوق خدوني خدوه. اهو ده البصل اهو، بحطه مع زيت الزيتون، بسهل لنفسي وبقطع كده بطريقه جميله جوه الطاسه، اللي هو ايه، انا عارفه مقاديري عامله ازاي. طبعا المقادير والوصفه هتشوفوها على الويب سايت، وهتلاقوها موجودة في برنامج وصفة أمل، وهتلاقوا كمان الوصفة كلها موجودة كلها. هعمل ليمونة بس على السمك، علشان يتبل بالليمون بس. الليمون طبعا بيتبله، بيديله مزازة حلوة. ادي السمك بتاعي، سمك فيليه، اي سمك، سمك اي سمك فيليه موجود تقطعي منه، وهنقطعه مكعبات او شرايح، شرايح عشان احنا عملنا شرايح، وهنحطه مع الخليط بتاعنا. ده كده الليمونتين خلاص. هبتدي اقلب البصل بتاعي اهو هنا، وهحط معاه بعد كده لما تحمر الفريك، معاه الجزر ومعاه الكرفس. هبتدي اقطع برضو الكرفس، هقطعه شرايح زي ما انا قطعت الجزر. اهدي الكرفس، عايزه تحطي كرفس بتاعنا مش مشكله، عايزه ده بقى بتاعنا برضو الكرفس ده اللي هو بيقولوا عليه فرنساوي، هو برضو كرفس. هنقطعه شرايح كده رفيعه جدا، حلو مع السمك جدا، مش بس البقدونس، فيه بقى حاجات ايه معينه كده بتدي نكهه احلى، على حسب طبعا، هي طريقه جديده اهو. ادي البصل ابتدى اهو، احمر شويه
هروح مدياه وبقى ايه معاه الفريك عشان يتحمص كده الفريك. اهو حبه كرفس كده هتدي طبعا، ده رجلين الكرفس ممكن من اللي فوق، بس طبعا هي لما اللي فوق دي ممكن تزيني بيها علشان طبعا بتتحرق وبتتلفلف وما بتبقاش باينه، ده كده بيبقى باين وتاكليه معاه فكده حاجه خضره معاه. هحط دلوقتي الفريك اهو، حاجه طبعا مفيده جدا الفريك هايل. وهنحطه في ميه ننقعه ميبقاش ناشف قوي، وهنحطه دلوقتي معاه كوباية بس فريك. اهي الفريك هيبقى جميل قوي كده، انا مش محتاجاه. وهقلب معاه بس بقى بس بقى لسه واكل مثلا، هو مش بتاعي ده بتاع الجيران. شويه بشويه هحط له بقى الملح والفلفل الاسود. معلقه ملح صغيره، وبعدين هنحط الفلفل الاسود بتاعي. من المطحنه زي ما انا بقول لكم بحب طبعا الفلفل الاسود. جميل وريحته جميله. وهحط بعد كده الجزر والقلقاس والكرفس. اهو الطريقه دي اهو ابتدى اهو يقرمش تاني، هو طبعا اكيد كان هو ناشف في الاول بس برضو بيقرمش تاني اهي بالطريقه دي. هروح داخل عليه بالجزر والكرفس، ادي الجزر والكرفس لانه هو طبعا فريش فهيكون اجمد شويه. يعني زي ما بقول لو هو القلقاس عايزاه تعمليه معاه فريش لازم انك انت تستوي القلقاس الاول. طبعا انتوا عارفين بقى فيلم القلقاس بقى لما بيتسلق والميه ويتشطف ازاي، يعني لازم يتشطف كويس جدا جدا. ادي القلقاس اهو معاه، وهنروح مدين له تقلبايه تشويحايه. انا هدوق الناس معايا هنا عشان تعرفوا القلقاس ما عامل ازاي اوكي. لما عشان انتوا ايه ممكن كل واحد بيقول اه ده انتي بتاكلي وبتقولي على اكلك حلو، لا هدوقهم وتشوفوا التعبيرات عامله ازاي. لو وقع قدامكم تبقوا تعرفوا لما يخلص. بس ادي اهو تشويحه معايا، وهبتدي اقطع السمك الشرايح عشان احطه معايا. ادي البلانشه بتاعت السمك، طبعا انتوا عارفين وبقيتوا واعيين ان انتوا كل واحده تعملوا السمك على بلانشه والخضار على بلانشه والفراخ واللحمه على بلانشه عشان ده صحي جدا، مفيش البكتيريا دي تاخد من البكتيريا دي. بصوا كده بقى شرايح كده اهو كده اهو، اهي شرايح السمك كده بالطول، اهي رفيعة مش كتيرة. اهي هقلب بس تقليباية
وهحط السمك، وبرده هشوح السمك، وبعد كده هحط له المرقه بتاعتي اهو، الخضار بتاعي، خضار 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 اهو. هحط بعد كده بقى السمك، معايا هيكش طبعا السمك، ما تحطيهوش شرايح رفيعه قوي، ما انت لازم تاكلي برده حته السمكه عليها القيمه الطريقه دي. كمان شريحتين كده بس كده، خلاص كده. وهنقلب بالطريقة دي، كده احنا تقريبا خلصنا الاكله بتاعتنا. حطينا الفريك، حطينا البصل الاخضر، وبعد كده حطينا الجزر والكرفس، وبعد كده زودنا بالقلقاس المجمد، وبعدين حطينا بعد كده السمك الشرايح، السمك الفيليه هتتشوح، هحط لها مرقه السمك اللي انا عاملاها حبه بحبه، ونطلع فاصل، ولما نرجع نكمل نكون بقى نضفنا ونكمل معانا الطاسه الحلوه بتاعتنا ونعمل الحلو. اشوفكوا تاني.